مرحبا، أنا اسمي فراس الوظائفي. حاب أحكي لكم عن تجربتي بمركز المشرق. من 3 أشهر كنت عم بعاني بمشكلة برقبتي، كان عندي صداع كثير مستمر. رحت على دكتور، عمل لي صورة MRI، كان في عندي فقرة برقبتي فيها ديسك. بلشت العلاج معهم الحمد لله، ب6 جلسات اختفى الوجع من رقبتي بشكل كامل، الصداع كثير خف عن أول. من تشخيصهم لإلي حكيت لهم عن مشكلة عم بعاني منها بمعدتي وبالقولون، بدش كثير وعندي مشاكل، وحكولي عن العلاج بالاستيوباث. صراحة ما كنت بعرف انه في اي علاج له دخل بالمعدة، علاج طبيعي له متعلق بهذا الموضوع. الحمد لله النتائج كثير مرضية، ما توقعت صراحة انه يكون في علاج للمعدة عن طريق الاستيوباث او العلاج الطبيعي. بعدني مستمر على العلاج معهم الحمد لله، هيني عم بتحسن اكثر واكثر، وشكرا مركز المشرق.